بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن الورك بريك داون ستراكشر اللي هو ال WBS اللي هو الهيكل التفكيكي لمكونات المشروع. السكشن ده هنتكلم فيه على كذا كذا بوينت. البوينت الاولانيه اللي احنا هنتكلم فيه اللي هو البي ام بوك نوليدج اريا. تاني حاجه هنتكلم على البروجكت مانجمنت بروسيس جروب. تالت حاجة هنتكلم فيها وهي الديفينيشن للورك بريك داون ستراكشر، يعني ايه ورك بريك داون ستراكشر. وبعد كده هنعرض مثال كامل بيوضح لنا الهيكل التفكيكي لمشروع معين. بعد كده هناخد مثال بسيط جدا على الاكتيفيتي ليست. اول حاجة عندنا هي البي ام بوك نوليدج اريا. عندنا طبعا زي لازم يكون في حاجة حتمانة واحنا شغالين، زي مثلا واحنا شغالين هنا في مصر شغالين خرسانات، فاللي بيحكمنا هو الكود المصري. نفس الكلام في إدارة المشروعات، اللي بيحكمنا برضو هو البي ام بوك اللي بيصدره طبعا البي ام اي، ده معهد إدارة المشروعات الأمريكي بيظهر لنا بيصدر لنا بي ام بوك. البي ام بوك دوت اللي احنا يعتبر المرجع او الستاندر اللي احنا بنرجع له، مقسم طبعا العمليات اللي عندنا في المشروع لمجموعة من النولج اريا قصاد البروسيس معينة هنتعرف عليها بعد كده. فهنتكلم شوية عن النولج اريا. اول حاجة السكوب، بروجكت سكوب مانجمنت، ده بيتكلم عن ادارة الاطار العام للمشروع بتاعنا. يعني ممكن نقول بيتكلم بصورة هايلايت، يعني بيتكلم اسم المشروع، بدايته نهايته، المايلستونز وهكذا. تاني حاجة البروجكت كوست مانجمنت، ده بيتكلم عن ادارة التكاليف الخاصة بالمشروع. ازاي احنا هنقدر نحسب الدايركت كوست والاندايركت كوست، وكذلك الكونتينجنسي والبروفيت، واي حاجه تخص الكوست هتبقى موجوده في النولج اريا ديت. بعد كده بنتكلم في البروجكت سكادول مانجمنت، وده طبعا اللي كان في الاصدار الخامس. احنا طبعا دلوقتي شغالين في البي ام بوك على الاصدار السادس. في الاصدار الخامس كان اسمه تايم، بروجكت تايم مانجمنت. دلوقتي طبعا ده الاصدار الجديد ومسمينه بروجكت سكادول مانجمنت. ده المسؤول عن إدارة الجدولة داخل المشروع، كيفية عمل جدول زمني، إزاي بعمل بيز لاين عشان بعد كده أقدر إن أنا أعمل له أبديت وأقدر أتابع المشروع من خلاله. بعد كده في برضه نولج أريا تانية اسمها بروجكت ستيك هولدر مانجمنت، ده إدارة المعنيين بالمشروع. يعني إيه ستيك هولدرز؟ أي حد معني بالمشروع، سواء كان كي ستيك هولدرز من مالك، استشاري، مقاول، سب كونتراكتور، دول بيتقال عليهم كي ستيك هولدرز اللي هم المعنيين الرئيسيين اللي هم بيرتبطوا ارتباط وثيق بالمشروع. غير كده طبعا في معنيين بالمشروع بس مش مرتبطين بالمشروع، يعني ارتباطهم بالمشروع بيبقى اندايركت، مش بصفة مباشرة، زي الموردين، زي البيئة مثلا اللي انا هعمل فيها المشروع، الاشخاص اللي حوالين بيئه المشروع. بعد كده هنتكلم على البروجكت كوميونيكيشن مانجمنت، وهي اداره الاتصال داخل المشروع. ازاي هيتم تداول الورقيات داخل المشروع، ازاي هيتم تقديم سبميتال، وازاي هي صورته عن طريق خطاب، عن طريق فيديو كونفرنس من على الاونلاين وهكذا. يعني اداره الاتصالات بصفه عامه عن المشروع. بعد كده هيتكلم على البروجكت ريسك مانجمنت، وده بيتكلم عن اداره المخاطر داخل المشروع. طبعا في اي مشروع لازم ان احنا ناخد في بالنا يعني ايه اداره مخاطر، يعني ايه قبل ما ابدا في اي مشروع لازم نعمل ريسك ريجستر. ايه هي الريسك ريجستر دي؟ دي بتكون عباره عن المخاطر المحتمله انها تاثر في المشروع عندنا. بعد كده في حاجة اسمها البروجكت بروكيرمنت مانجمنت، دي خاصة بإدارة المشتريات الخاصة بالمشروع. وفي كمان البروجكت كواليتي مانجمنت، دي ده الجزء ده في النولج اريا بيتكلم عن إدارة الجودة. إدارة الجودة في المشروع عندي لازم أن يبقى أنا عندي كواليتي بلان همشي عليها علشان أقدر أقول إن الديليفرابل بتاعي ده أكسبتد ولا لأ. ده كله مبني على حاجة ستاندر لازم أرجع لها. وفي بعد كده آخر حاجة عندنا اللي هي البروجكت انتجريشن مانجمنت، وده إدارة التكامل للعمليات داخل المشروع. ده علشان طبعا ان انا اقدر اكامل، انا عرفت الكوست لوحده، الاسكادول لوحده، الستيك هولدر، لازم انا اربط الاجزاء دي كلها. بعد كده هنبدأ نتكلم على البروجكت مانجمنت بروسيس
جروب، وده طبعا العمليات اللي بتتم من خلالها إدارة المشاريع. طبعا عندنا 5 عمليات أساسية. أول عملية عندنا وهي الانيشيشن initiating process group، دي عملية البدء بتاع المشروع، اللي هو بداية المشروع، عملية دراسة الجدوى، أشوف المشروع بتاعي هيكسب ولا لأ، هل ينفع، هل فعلا هدخل المشروع ده ولا هلغي فكرتي عن المشروع. تاني حاجة هي مرحلة البلاننج اللي بيتم فيها عملية التخطيط بكافة مستوياته بقى، تخطيط عمل جدول زمني، تقدير تكلفة وهكذا. تالت مرحلة عندنا مرحلة الاكسكيوتينج اللي هي مرحلة التنفيذ، ودي طبعا اللي بيتم فيها تنفيذ ما تم تخطيطه. وبعد كده بيبقى مرحلة الايه الكلوزنج بروسيس جروب، هي مرحلة الانهاء. طبيعي ان انا عملية الموتور والكنترول ما قلتهاش ضمن الخطوات بتاعتي، لان عملية الموتور والكنترول بتبقى على كافة البروسيس دي. بيبقى عندي موتور وكنترول على عملية الانيشيتنج، في موتور وكنترول على عملية البلاننج، في موتور وكنترول على عملية الاكسكيوتنج، وكذلك في مرحلة الكلوزنج. نيجي بقى بعد كده عندنا ده اول، لو جينا فتحنا البي ام بوك علشان نقدر نقراه او نقدر نتكلم فيه، هندخل نلاقي متقسم بالطريقة دي. متقسم عندي اللي هو جايب موضوع الفوق كده، جايب البروجكت مانجمنت بروسيس جروب، العمليات اللي احنا اتكلمنا عليها، وطبعا نتكلم العمود الرأسي بتاعي وهو الايه النولج اريا اللي احنا اتكلمنا عليها، الانتجريشن والسكوب والتايم مانجمنت والكوست مانجمنت والكواليتي والكوميونيكيشن والريسك والبروكيورمنت والايه والستيك هولدرز. نيجي بعد كده بقى علشان طبعا نخش ونتكلم على موضوع الفيديو بتاعنا وهو ال WBS، لازم انا ابقى عارف الاول يعني ال WBS ده جاي من انهي مرحلة. احنا لو رجعنا تاني كده هنلاقي ان انا عندي السكوب مانجمنت. السكوب مانجمنت بتاعي لو جيت بصيت هنا، السكوب مانجمنت هو في مرحلتين، في مرحلة البلاننج في 4 بروسيس، وفي مرحلة الموتور والكنترول مرحلتين، اللي هما البلان سكوب مانجمنت والكوليكت ريكويرمنت والديفاين سكوب والكرييت دبليو بي اس، ومرحلة الموتور والكنترول الفاليديت سكوب والكنترول سكوب. هنا طبعا زي ما احنا قلناهم العمليات بالترتيب، يبقى عملية الكرييت دبليو بي اس هي بروسيس موجودة في البروجكت سكوب مانجمنت في بروسيس جروب اللي هي البلاننج. بعد كده في تعريف بسيط للورك بريك داون ستراكشر، وهو عملية تقسيم أهداف المشروع والأعمال المطلوبة لتنفيذه لأجزاء صغيرة يمكنني إدارتها. يعني إيه؟ is process of subdividing project deliverables and project work into smaller more manageable components. الفكرة الرئيسية إن أنا بعمل هيكل تفكيك للمشروع، عايز أكسر المشروع بتاعي، البنود بتاعة المشروع بتاعي لحاجة صغيرة أقدر إن أنا أديرها. أديرها يعني إيه؟ أديرها إن أنا أحسب تكلفتها وأحسب المدة بتاعتها. بعد كده هنتكلم على بعض الملاحظات الخاصة بالورك بريك داون ستراكشر، وهو بيتكلم عن التعريفات بتاعته او مصطلحات خاصة بيه. اول حاجة الورك بريك داون ستراكشر وهيراركي دي كومبوزيشن للتوتال سكوب بتاع الورك بتاعي اللي هيتنفذ بواسطة البروجكت تيم اللي هو فريق المشروع. تاني حاجة لازم نعرفها عندنا ان اللوست ليفل من الورك بريك داون ستراكشر بنسميه الورك باكج، يبقى اقل حاجة عندي في او اصغر حاجة عندي في الورك بريك داون ستراكشر بسميها الورك باكج. اخر حاجة معانا زي ما احنا قلنا من شوية ان الورك باكج ليفل بقسمه او بوصل للمرحلة دي عشان اقدر احسب الايه الكوست والديوريشن كان بي استيميتد اند ايه اند مانجد، عشان يسهل عليا ان انا ايه اقدر اتحكم فيها من خلال ان انا احسب التكلفة بتاعتها والديوريشن بتاعتها. بعد كده هنتكلم على اكزامبل سريع عن الموضوع. لما اجي اعمل دبليو بي اس مثلا لفيلا، الطبيعي في المشاريع ان انا ببدا ان انا اقسم الدبليو بي اس دي لكذا جزء. يعني اول حاجه ممكن اعمل موبيلايزيشن، عمليات تحضيريه او عمليات ما قبل البدء اللي هو تجهيز كرفانات، توصيلات الميه، التحذيرات وهكذا. وبعد كده بشوف الجزء الخاص بالبروكيورمنت، اداره المشتريات، السبميتال والابروفال للحديد للمواد كلها، التوريدات. وفي حاجه كمان بعد كده ممكن اعمل، يعني قسمت موبيلايزيشن الاول وبعد كده البروكيورمنت، وبعد كده ممكن اعمل جزء خاص بالشوب دروينج، اعتماد اللوحات، ان انا اعمل لوحات شوب دروينج وابعتها للاستشاري ان هو يعتمدها. وفي جزء خاص بالانجينيرنج او الكونستراكشن، ده اللي احنا جايب عليه المثال. يعني انا خدت دلوقتي من الفيلا قسمتها اول حاجه موبيلايزيشن، بروكيورمنت، شوب دروينج،
جزء خاص بالكونستراكشن. الجزء بتاع الكونستراكشن ده هو ده اللي انا هشتغل عليه وهناخد عليه المثال عشان يقرب لنا الايه الفكر. انما الجزء التاني ده طبعا الطلبه بتاع المشاريع هيبقوا مدركين وفاهمين احنا بنتكلم في ايه. فعشان بس الطلبه عموما هنتكلم على الجزء الخاص بالكونستراكشن. فانا عندي الفيلا قسمتها لثلاثه ليفل تحتها، اللي هو الساب ستراكشر والسوبر ستراكشر والفينش وورك. الساب ستراكشر هي اعمال ما تحت الارض، السوبر هي اعمال فوق الارض، الفينش هي اعمال التشطيب. زي ما احنا شايفين طبعا ان الساب ستراكشر وورك في تحتيها، الساب ستراكشر وورك في تحتيها الماسونري اندر سلاب اون جريد، وفي سويل وركس وفي كونكريت وركس. ده طبعا السويل وركس اعمال الترابيه، الكونكريت وركس اعمال الخرسانه، الماسونري اندر سلاب اون جريد ده اعمال المباني اللي تحت السلاب اون جريد. ايه هي السلاب اون جريد دي؟ لما اجي اعمل مثلا ردم في، يعني انا دلوقتي عملت الاساسات وخلصتها، بحب اردم بقى علشان ابدا في ارضيه الدور الارضي. فنتيجه ان عمود الردم بتاعي بيبقى عالي بيعملوا حاجه اسمها سلاب اون جريد. دي بتبقى خرسانه فيها شبكه تسليح خفيفه، يعني 5×10 مثلا فرش وغطاء، بحيث ان انا ايه تمنع عندي الهبوط بتاع ارضيه الدور الارضي نتيجه ايه سمك طبقه الردم. نيجي بعد كده مثلا، هو احنا مقسمين ان الماسونري خلاص، الماسونري اندر سلاب اون جريد، السويل ووركس والكونكريت ووركس. الكونكريت قسمناها الار سي ووركس والبي سي ووركس اللي هي اعمال خرسانه، الريفورس الكونكريت والبلين كونكريت اللي هي الخرسانه المسلحه والخرسانه العاديه. نيجي بعد كده بيتكلم برضو ان هو فك كسر تاني الخرسانه المسلحه الى اعمال اساسات خاصه بالقواعد وخاصه بالمياد والسملات. وبالنسبه للبي سي ووركس قسمها للبلين كونكريت فوتينج والبلين كونكريت اندر تاي بيم. دي اعمال الخرسانه العاديه الخاصه بالاساسات واعمال الخرسانه العاديه الخاصه اللي بتبقى تحت المياد او السملات. نيجي بعد كده للسوبر ستراكشر، هو قسمها معانا لجراوند فلور وفيرست فلور وروف. زي ما انت عايز، يعني التقسيمه بتاعت الدبليو بي اس زي ما انت شايف المقايسه بتاعتك هتقدر تتحكم فيها ازاي او هتقدر تمانج عليها ازاي بطريقتك يعني. فهو هنا قسمها لجراوند فلور وفيرست فلور والروف. نيجي للجراوند فلور، هو قسمها لسلابون جريد وكولوم وسلاب بيم ستيرز. سلابون جريد اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، وبعد كده العمدان، وبعد كده الايه السلاب اللي هي البلاطات والكمرات والايه والسلالم. نفس الكلام للفيرست فلور، هو الجراوند فلور بس ما فيش طبعا سلابون جريد، هي السلاب والبيم وستيرز وكولومز. نفس الكلام للروف، هتبقى سلاب وبيم وستير وكولومز. بالنسبه للفينش ووركس هتبقى اعمال الماسونري والاكسترنال فينش والام اي بي ووركس. الماسونري اعمال طبعا الطوب، سواء كانت مباني على طوب على مباني نص طوبه ولا طوبه، وفي الاكسترنال فينش اللي هي التشطيبات الخارجيه، والام اي بي ووركس اللي هي الميكانيكال والالكتريكال والبلامينج ووركس. جه هنا طبعا قسم لنا تاني الاكسترنال فينش، قسم لنا اعمال التشطيبات الخارجيه لابواب وشبابيك، لاعمال الفلورنج الارضيات، الميتال ووركس اعمال المعدن، الانسوليشن اللي هي العزل، والكلادنج اللي هو شغل الواجهات وهكذا. الام اي بي ووركس زي ما احنا قلنا، البلامنج اعمال السباكه، الاتش فاك ووركس اعمال التكييفات، والالكتريكال ووركس اعمال الكهرباء. كده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع الورك بريك داون ستراكشر، وقدرت ان انا اوصل لاخر مرحله عندي وهي مرحله الورك باكج، اللي من خلالها اقدر ان انا اقسمها او اقدر ان انا اديرها من خلال ان انا اجيب الوقت والتكلفه بتاعتها، عن طريق ان انا اقسمها تاني لحاجه اسمها اكتيفيتي ليست. اكتيفيتي ليست دي بقى هو البند او النشاط، اصغر حاجه عندي اللي انا هقدر ان انا اجيب المده الزمنيه بتاعته، هقدر ان انا احسب التكلفه الخاصه بيه. زي مثلا عندنا مثال هنا، وليكن مثلا الجزء الخاص بالسويل ووركس، الاكسكافيشن والباك فيلينج اندر سلابون جريد، والباك فيل اندر ليفل اوف تاي بيم، والانسوليشن بتاع الفوتينج. دي كلها هي انشطه تحت السويل ووركس. ما احنا قلنا ان السب ستراكشر ووركس تحتها السويل ووركس والماسونري والكونكريت. السويل ووركس اكسكافيشن هو الحفر، خلاص انا البند ده او النشاط ده اقدر ان انا احسبه، هشوف انا الكميه بتاعت الحفر قد ايه، هقدر ان انا اقسمها على المعدل بتاع الحفار في اطقم الايه اللي هتستخدم اللي انا هستخدمها معايا، ان الحفار بينتج لي قد ايه في اليوم، ما اقدر احسب الايه الديوريشن، وهكذا في بقيه الايه الورك باكج اللي عندي متقسمه عندي هنا، زي الكونكريت وركس، بي سي وركس اللي هو البلين كونكريت اندر تاي بيم والبلين كونكريت فوتنج، والار سي وركس برضو خاصه بالرينفورس الكونكريت. بدا ان هو بقى ايه يقسم الانشطه خاصه
بالخرسانه المسلحه. لو جينا نبص مثلا ان انا عندي الفورم ورك اوف ار سي فوتنج اللي هو عمل الشده الخشب، تاني حاجه الستيل فيكسنج ان انا اعمل هركب الحديد بتاعي للقواعد والمياد والسملات، وبعد كده ان انا اعمل بورينج كونكريت اللي هو عمليه الصب، ديسمانتلينج اوف ار سي ان انا ازيل الشده الخشبيه، وبعد كده عمليه الكيورنج المعالجه، واخر حاجه هي عمليه الفينش. وبكده يبقى احنا اتكلمنا بصفه سريعه شويه عن الاكتيفيتي ليست. ان شاء الله في السكشن الجاي هناخد الاكتيفيتي ليست بصفه اوسع، بحيث ان احنا نقدر نوضح ازاي هنحسب بعد كده الاكتيفيتي ديوريشن، وازاي ان احنا نبدا نعمل سيكونس بين الاكتيفيتي. ان شاء الله اشوفكم على خير السكشن القادم. السلام عليكم.